الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا وكرما لديه. من الامور التي اوصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو امر به تنتظم حياة الناس، وامر به يصلح الناس ويصلحون حياتهم ويصلحون تعاملاتهم مع غيرهم ومع بعضهم البعض. هذا الامر لا يكون في مؤمن. هذا الامر صفة اذا وجدت في الانسان تنافي صفة الايمان. هذا الامر كان الناس يأبونه ويرفضونه قديما قبل الاسلام وكانوا يريدون ان يتنصلوا من ان تتهم انفسهم بهذه التهمه وبهذه القبيحه. هذا الامر هو من سوء الخلق وهو الكذب. الكذب الذي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ايكون المؤمن جبانا؟ يعني ممكن يكون انسان مؤمن وفي نفس الوقت عنده شيء من الجبن او شيء من الخوف؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. مع أن الشجاعة والإقدام صفة محمودة في الإنسان وشيء من الحسن ومن الجمال أن يتصف الإنسان بذلك، لكن ذلك لا يتنافى مع الإيمان. ثم سُئل يا رسول الله أيكون المؤمن بخيلا؟ يعني ممكن يكون مؤمن وبخيل؟ قال نعم مع أن الشح يعني الجود والكرم الله عز وجل يحبه في الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله كريم يحب الكرم جواد يحب الجود كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الامر لا يتنافى مع الايمان، ثم قيل يا رسول الله: ايكون المؤمن كذابا؟ قال لا، فالكذب صفه لا تجتمع مع الايمان، فلا يوجد في قلب انسان كذب وايمان ابدا، لان الايمان نقيضه النفاق، والايمان في اصله يقوم على الصدق، والنفاق في اصله يقوم على الكذب، ولا اجتماع بين ايمان ونفاق ابدا، فالمنافق يبطن خلاف ما يظهر وهذا من أنواع الكذب فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكذب والإيمان لا يجتمعان في الحديث السابق هذا الكذب الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة تحذير مباشرة قال صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا كفانا وكفى الكاذبين انهم يعرفون عند الله عز وجل وانهم يكتبون بهذه الصفه وبهذه القبيحه امام الله سبحانه وتعالى كفى الكاذبين وكفى الكذابين أنهم يفضحون أمام الناس بكذبهم وبسوء صنيعهم فلا تكذب على غيرك وكن صادقا مع الناس في أقوالك كن صادقا مع الناس في أفعالك كن صادقا مع الناس حتى في اعتقادك وحتى في شعورك مع غيرك وفي محبتك لهم، كن صادقا مع الناس حتى في تمني الخير لهم، كن صادقا مع الناس في حبهم وعدم البغضاء ونزع الكره والشحناء بينك وبين الناس. هذا الامر كما قلنا من وصايا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا ان الناس قديما قبل الاسلام كانوا يانفون هذا الامر وكانوا يرفضون ان يوصفوا بذلك. حتى إن أحدهم يقول إذا كان يريد أن ينادي على دابته إذا هربت منه كان يقول: أريد أمنيك الشراب لتهدئي ولكن عار الكاذبين يحول وسيدنا سفيان رضي الله عنه وارضاه قبل اسلامه لما دعاه هرقل ملك الروم وظل يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في هذا الوقت غير مسلم، فاذا به يجيب هرقل بأحسن ما يكون عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصف النبي عليه الصلاه والسلام بما هو اهله وبما هو فيه صلى الله عليه وسلم، فلما سئل عن ذلك قال: لولا ان يؤثروا علي كذبا لكذبته، يعني الذي منعني ان انني اقول في محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وانني اكذب ان يؤثر عني الكذب، إني يقال ابو سفيان كذب، معره وشيء عظيم وشيء قبيح لا يريدون ان يتصفوا به ابدا على كل حال، ومن الكذب كذلك ان الانسان قد يعد اولاده واطفاله بشيء ولا يحقق لهم ما وعدهم، لذلك امراه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاذا بالنبي قاعد في بيتهم، فاذا بها تنادي على طفلها على ولدها وتقول له ها تعال اعطيك تمرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها ما اردت ان تعطيه؟ قالت سأعطيه تمرة فقال صلى الله عليه وسلم اما انك لو لم تعطيه ما قلت لحسبت عليك كذبه كثير جدا احيانا بنعد اطفالنا باشياء من باب الترغيب لهم في فعل الخير نفعل هذه الاشياء قدر المستطاع ونحقق لهم ما وعدناهم ولا يعني نعدهم بشيء لا نستطيع ان نحققه لهم حتى لا يؤثر ذلك كذبا علينا وحتى لا تفقد الثقه من الاولاد في والديهم وفي اهلهم هذا الامر من خطورته ومن شده تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب ومن صوره المتعدده التي منها شهاده الزور النبي صلى الله عليه وسلم عد بعض الكبائر فقال صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين ثم قال الا وقول الزور ألا وشهادة الزور وما زال النبي يكرر ذلك حتى قال الصحابة ليته سكت إشفاقا منهم على شاهد الزور وعلى الكاذب وشهادة الزور لا شك أنها من الكذب. كذلك من الكذب في هذا المقام وفي هذا الأمر أن الإنسان ينقل الشائعة، أي شيء يسمعه ينقله والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من أن ننقل شيئا قبل أن نتيقن ونتأكد ونتحقق من ثبوته وصحته فقال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع وقال عليه الصلاة والسلام بئس مطية الرجل زعموا يعني بيقولوا كذا أو كذا أو كذا وينقل ما يقال بلا تثبت ولا تحقق أمر عظيم حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق في أقوالنا وأفعالنا وجميع أحوالنا اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته